أكد الدكتور ميثم علي كاظم طبيب مقيم أول في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال استضافته في برنامج بكم نعود على ضرورة أخذ الجرعة المنشطة لما لها من أهمية في تعزيز جهاز المناعة لدى الأفراد وحماية من التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا. نفس ما نعرف جميع التطعيمات أثبتت فعاليتها في القضاء على هذه الجائحة وتقليل الأعداد، أثبتت أن هي ممكن أنها توقف انتشار الفيروس. فمثل ما التطعيمات الأساسية قللت من الأعداد، وإحنا طبعا شفنا في الآونة الأخيرة الأعداد قلت بشكل كبير، مثل الشيء الجرعة المنشطة تعمل على تحفيز المناعة، تسريع عمل التطعيمات الأساسية وتقليل الأعراض المصاحبة للمرض نفسه. إذا قارنا الأشخاص اللي لم يتلقوا الجرعة التنشيطية راح نشوف أن أعدادهم أكثر بكثير من أعداد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المنشطة، وهذا لين اللي ما تلقوا الجرعة المنشطة حصلوا على احتاجوا أن يدخلون العناية في المستشفيات بأعداد كبيرة بالمقارنة إلى الأشخاص اللي أخذوا الجرعة المنشطة.